اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا بعزتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم جنة دارنا وقرارنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت السميع القريب، برحمتك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا يا مثبت القلوب المؤمنين، اللهم ثبتنا يا مثبت قلوب المؤمنين، وانصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والآخرة، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وإخواننا في الدين وأصحابنا، ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا، والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا كمال متابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، في عافية وسلامة، في عافية وسلامة، برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اكتبنا في عليين، وآتنا كتابنا باليمين، وآتنا كتابنا باليمين، وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باقي إلا وجهك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، شربة هنيئة مريئة
سيئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا رب العالمين. اللهم استر بناتنا واحفظ أولادنا واهد نساءنا وارض عن أبنائنا وأكرم أمهاتنا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا كما نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كما نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كما نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أوات وعجل بالإجابات وعجل بالإجابات ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات برحمتك يا رب.